إذن هذا الكومبوننت كومبوننت رئيسي راح يكون في البوست كونفرتر. خلينا نطلع على دائرة البوست كونفرتر. البوست كونفرتر راح يسمح لي أن أخزن الطاقة في هذا الاندكتر وبعدين أرد أسترجعها مرة ثانية. لما الاندكتر بيكون الكارنت بيزيد فيه، إيش عم بيصير في الانرجي اللي موجودة فيه؟ بتزيد. إذن هو عم بيشتغل كلود ولا كسورس في هذيك اللحظة لما الانرجي عمالها بتزيد فيه؟ لود. ممتاز. بعدين أنا حابب أرد أسترجع الطاقة منه، فراح يبدأ الكارنت ينزل اللي موجود فيه، فالطاقة عم تنزل فيه وأنا عم باخذ هاي الطاقة، فهو بيشتغل كسورس ولا كلود في هذيك اللحظة؟ سورس. إذا الاندكتر ممكن يشتغل كسورس وممكن يشتغل كلود. خلينا نكتب النقطة هاي لأنها نقطة مهمة. إذا الاندكتر ستورز انرجي. هلا وين؟ لما يكون الكرنت بزيد، وين كرنت الكرنت فيه is increasing. الطاقة اللي بداخله is increasing. The energy stored in it is also increasing. والدليل هنا increasing هي عم بزيد قيمة الكرنت. لما بزيد قيمة الكرنت عم بزيد قيمة الانرجي الجولز اللي مخزنة فيه. إذا هو عم بيشتغل كلود لأنه عم باخذ الطاقة هاي وبخزنها في داخله. لكن عكس الريزيستر، ايش بيصير بالطاقه اللي بتروح في الريزيستر؟ حراره وانتهت. ما في، مش ريفرسبل هذيك العمليه، مش ريفرسبل. لكن هاي العمليه ريفرسبل. بعدين انا اذا خديت الكرنت يتناقص اللي موجود في هاي في هذا الاندكتر، هو بيبدا يشتغل كسورس وبيبدا يرجع لي هاي الطاقه وبقدر استفيد منها بالدائره. وهاي هي الفكره الاساسيه الموجوده في البوست والباك والباك بوست كونفرترز. كلهم فيهم اندكتر، والاندكتر بيشتغل بسايكل. في سايكل بتكون بيزيد الكرنت اللي فيه فبيخزن طاقه، فبيشتغل هو كانه مستودع للطاقه، وبعدين بالسايكل اللي بعدها او بالجزء الثاني من السايكل هاي بنزل الكرنت اللي موجود فيه فبرجع لي. اذا when inductor stores energy, when the current is increasing the energy stored in it is also increasing, فهو it will be acting as acting as a load. لو جينا كملنا هاي الآن when the current is decreasing. Energy will be returned. يعني هو بخسر الانرجي وبرجعها للذره. بهاي الحاله شو بكون؟ سورس. اذا الاندكتر من الكومبوننتس اللي بيقدر يشتغل كسورس وكلود. مين تتوقع الكومبوننت الثاني اللي ممكن يشتغل كسورس وكلود؟ كاباسيتر. ممتاز. كاباستر. بس الكاباستر بيخزن الطاقة على مش شكل مغناطيسي، على شكل كهربائي. هون في ماجنتيك فيلد، هناك في الكتريك فيلد، والطاقة بخزنها في الكاباستر. ولما تكون تشارج عمالها بتزيد على أطراف الكاباستر، معناها عم بتزيد الطاقة اللي مخزنة فيه، الكتريكال انرجي اللي مخزنة فيه. ولما تكون هاي الطاقة عمالها بتزيد، عماله بيشتغل كلود، لما يبدأ يرجع لي شارج هاي على شكل كرنت استفيد منه في الدائره، عماله بنزل تنزل كميه الشارج اللي مخزنه فيه، فبيبدأ يشتغل كسورس. انا هون الاندكتر برجع على شكل كهرباء، صح؟ على شكل كرنت، نعم. الكرنت هو بصير سورس، هو بصير كيف السورس اللي انت بتستعمله في المختبر، مش في سورس انت بتستعمله في المختبر وبتشبكه على دائره وبيعطيك كرنت، والكرنت هذا بتمرره في ريزيستر او بتعمل بهذيك اللحظه. في الحالة اللي هو عماله برجع الكرنت بنزل قيمته فيها، هو عم يشتغل كسورس وعم برجع لنا. بالحالة اللي بعدها برجع بيشتغل كلود. خلينا نشوف كيف رح يشتغل كلود وكيف رح يشتغل كسورس. حتى تكتمل عندي الدائرة، في عندي طبعا المصدر اللي هو في ان او في سورس. هذا المصدر اللي حكينا عنه هون اللي هو بحالة البي في، شو بيمثل؟ هذا السورس شو بكون بحالة البي في سيستم؟ السيلز نفسهم اللي هدول
هذول انا ببساطه راح ابسط، طبعا الموديل تبعهم معقد اكثر من هيك، بس احنا هون راح نعتبر انه في هاي الحاله راح يكون السورس هو البي في بانلز، بتعطيني هي فولتج معين. ولاحظوا انا هون رسمته كونستنت، بس هو خلال النهار شو بصير؟ عم بتغير هذا الفولتج اللي بتعطيني اياه، تمام؟ بسبب الشيدنج، بسبب شده الراديانس اللي ساقط عليه، باسباب اخرى، هذا عماله بتغير، وهذا هو السبب انه انا لازم اضل اغير هون الدائره هاي بحيث انها تعطيني كونستنت فولتج. هلا راح نستعمله، راح نستعمل اندكتر، هي الكومبوننت الاساسي، هي دخلنا في البوست كونفرتر. انا راح ارسم سويتش هون. شو رسمت انا هون سويتش؟ شو الغلط في رسمتي هون لهذا السويتش؟ مفتاح لجوه انه؟ مفتاح لجوه. لا لا، هو سويتش، بس احنا شو اتفقنا الباور الكترونكس لازم تستخدم؟ اي نوع من السويتشينج؟ مش سويتش، ميكانيكال سويتش. مش ميكانيكال، مش ميكانيكال. انا رسمته كانه ميكانيكال سويتش، هو مش ميكانيكال سويتش، بس انا للتبسيط رسمته. شو بيكون هو فعليا السويتش اللي هون؟ فعليا موسفيت. موسفيت او او اي جي بي تي، تمام؟ ممتاز. اذا هذا عباره عن سويتش، بس هو لازم يكون الكترونيك سويتش، لانه لازم يكون سرعته عاليه، سرعه السويتشينج عاليه. هذا الكترونيك سويتش. وعندي دايود عشان يعزل دائرة الانبوت عن دائرة الاوتبوت في اللحظة المطلوبة. عندي كمان نوع من الشحن. هون ايش بخزن؟ بخزن التشارج وبحافظ على كونستنت فولتج. وبعدين عندي هون ريزيستر، الريزيستر ممكن يمثل لود. وين صار البق او البوست كونفرتر؟ البوست، عفوا البوست كونفرتر بالحالة هاي. هاي الانبوت سورس، هاي الاوتبوت فولتج اللي بده يروح على لود، هاي البق والبوست كونفرتر، وهذا فعليا راح يكون موسفيت او اي جي بي تي، تمام؟ بس انا رسمته كسويتش. اخر شيء ريزيستر، هلا الريزيستر يبدو هذا في ريزيستر بيكون جزء من الدائره، وفي شيء خارجي رح يكون اللود. احنا في حاله البي في ايش رح يكون عندي الان هون؟ الانفرتر. ممتاز. عندي الكرنت وراح استعمل له اي سبسكريبت ال، اي سبسكريبت ال اللي هي ال الاندكتر از ا فانكشن اوف تايم، لانه هذا الكرنت رح يكون متغير، رح يزيد في فتره معينه وراح ينزل في فترة معينة. الفترة اللي بيزيد فيها ايش عم بيصير؟ تشارج، عم بيعمل تشارجينج. تشارجينج بلغة الاندكتر، شو يعني تشارجينج بلغة الاندكتر؟ عماله بيزيد الكرنت فيه، عمالها بتزيد الطاقة اللي مخزنة فيه، تمام؟ وفي عبره فولتج راح ارسمها كمان سبسكريبت ال. كل عارف شو يعني سبسكريبت ال هون ايش؟ بالاندكتر. سبسكريبت ال راح احط لها اشارة بلس ماينس. هلا بهاي الحالة زي ما انا راسمه كاني معتبر الاندكتر لود، مش هيك؟